جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الدولتين محور مباحثات السيسي ووزير الدفاع الفرنسي. في لقائه الأول بمجلس المحافظين الجديد، إسماعيل يوجه بتكثيف الجولات الميدانية وحل شكاوى المواطنين. استباقا لزيارة ميركل، السفير الألماني يشيد بجهود مصر بليبيا ويؤكد أهمية التنسيق بين برلين والقاهرة. نشرة أخبار الرابع عصرا من أونلايف، أهلا بكم. أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. إلى تفاصيل جولتنا، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة لا سيما في المجال العسكري. وخلال لقائه مع وزير الدفاع الفرنسي جانيف لودريان، شدد السيسي على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها خطر الإرهاب. من ناحيته أشار لودريان إلى أن بلاده ستواصل دعم دور مصر المحورية بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وسعيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وأعرب عن عميق تقديره للرئيس لمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لجهوده في تحقيق طفرة في التعاون العسكري بين البلدين. كما التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بنظيرها الفرنسي جون إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسية. وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ومناقشة عدد من الأوجه المتعلقة بتدعيم أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين في العديد من المجالات. كما بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مع وزير الدفاع الفرنسي سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين، حيث قلد لودريان العصار وسام جوقة الشرف لدوره في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد لودريان أن مصر القوية هي العنصر الوحيد الذي يسمح بتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن البلدين لديهما إرادة مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يهاجمها علاوة على تعاونهما الاستراتيجي. من جانبه، اعتبر وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار أن مصر وفرنسا تلعبان دورا مهما في العالم. فرنسا من الدول اللي فهم كويس قوي الحقيقة الدور المصري، وبالتالي احنا بنحارب الإرهاب في المنطقة عندنا وفي مصر. الدعم الفرنسي بالنسبة لنا مهم جدا عشان يقوي دور مصر في محاربة الإرهاب. هم كمان بيعانوا من الإرهاب، وبالتالي التعاون بين مصر وفرنسا بقى مهم جدا للبلدين. هم بيعملوا كلام ده عن قناعة بأن كل مصر ما تقوى كل ما ده يبقى لصالح الاستقرار في المنطقة والصالح الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية شمال المتوسط ومنها فرنسا. وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بك معنا. في البداية، كيف برأيك تقيم العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في ضوء لقاء وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار بوزير الدفاع الفرنسي اليوم؟ أهلا بك يا أستاذة جمانة والسادة المشاهدين. طبعا هذا اللقاء اليوم بيؤكد ويدلل على قوة العلاقات العسكرية بين الدولتين، بين مصر وبين دولة فرنسا. فرنسا دائما ما تقوم بدعم مصر من خلال الأسلحة والمعدات المتطورة وأسلحة الردع، وآخرها كان حاملتي الطائرات اللي هي جمال عبد الناصر وأنور السادات، بالإضافة إلى الطائرات الرافال والفرقات تفريم. هناك أسلحة ردع أخذتها مصر وتعاقدت مع الجانب الفرنسي لأنه بيعرف مدى الموقع الاستراتيجي لمصر ومصر لها دور محوري ودور رئيسي في مكافحة الإرهاب،
وطبعا مش اي دوله تاخد سلاح من اي دوله اخرى او تتعاقد معاها حتى لو كانت معاها مليارات كثيره. لا، لكن ان الدول الاوروبيه وخاصه فرنسا بتعرف ان مصر بتحارب الارهاب نيابه عن العالم، وايضا ان مصر بتحمي قناه السويس. قناه السويس دي اللي هي 22% من حاويات العالم بتمر من قناه السويس، وهي شريان للملاحه البحريه، وان مصر ديت يعني بتساعد في تقليل الهجره الشرعيه اللي بتصل الى جنوب اوروبا ومنها فرنسا وكل الدول الاوروبيه. فعلشان كده بنلاقي ان التعاون العسكري مع فرنسا يعني جيد جدا. لأي مدى هذا التعاون ما بين مصر وفرنسا فيما نعانيه في الشرق الأوسط من مكافحة الإرهاب، وما تعانيه أوروبا أيضا وبالتحديد فرنسا في مكافحة الإرهاب؟ كيف ترى هذا التعاون بين الدولتين وخاصة في مجال الإرهاب؟ تمام يا فندم. طبعا حضرتك كلنا نعلم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا مكان ولا زمان، ليس ان هو متواجد في منطقه الشرق الاوسط، ولكن شفنا في فرنسا وشفنا في المانيا وامريكا، واحنا عندنا كل شيء واي شيء ممكن ان يصبح سلاح في يد الارهابيين. احنا شفنا حادثتي الدهس في كل من المانيا وفي امريكا منذ يوم واحد، بنقول ان اي سلاح ممكن ان يكون واي شيء ممكن ان يصبح سلاح في يد هؤلاء الارهابيين. مصر عندها خبرات قتاليه كبيره مع الارهاب، وظهرت الارهاب في سيناء اللي هو كان توطين لكل الارهابيين، كان يراد امريكا والدول الغربيه والاخوان الارهابيين يريدوا ان تكون سيناء هي بؤره للارهابيين حتى لا تطال باقي الدول الاخرى. ولكن دائما ما ينقلب الساحر على الساحر يا استاذ جمانة، وبنلاقي ان الارهاب بيضرب في فرنسا، بيضرب في المانيا، وبيضرب في امريكا نفسها. وعلشان كده الخبرة القتالية المصرية في مجال الإرهاب وفي مجال القتال أساسا، من احنا حققنا نصر 73، عبرنا القناة في 6 ساعات، وهزمنا إسرائيل في 6 أيام، بالإضافة إلى الخبرة القتالية العالية والجيش المصري القوي في المنطقة، لأن الجيش المصري طبقا لتقرير فورين فاير باور بيعتبر الجيش العاشر على مستوى العالم. وعلشان كده النهاردة كان اللقاء والتكريم علشان دور وزارة الإنتاج الحربي ودور اللواء محمد سعيد العصار، إن هو بيعزز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وخاصة في مجال مهم جدا وهو دلوقتي اللي اتفقوا عليه اللي هو التصنيع الحربي. لابد أن تكون احنا عندنا الهيئة العربية للتصنيع وعندنا وزارة الإنتاج الحربي تقدر إن هي بالتعاون مع التكنولوجيا المتقدمة في مجال منظومات التسليح الفرنسية عفوا أنها تقوم ب يعني عمل صناعات كثيرة بالتعاون مع الجانب الفرنسي. ده أنا شايف إن دي نقطة مهمة جدا، إن احنا نشوف التكنولوجيا المتقدمة الفرنسية، وعندنا إمكانيات وطاقات في شركات الإنتاج وزارة الإنتاج الحربي. وعلشان كده إن شاء الله سيكون التعاون مثمر وفعال، وأن القوات المصرية دائما ما تعزز قدرتها الدفاعية العسكرية بتنويع مصادر التسليح، وفرنسا على رأس الدول التي تعاون مصر في هذا الإطار لمعرفة موقع مصر وقوة مصر وأهمية مصر. وليست فرنسا فقط يا سيادة اللواء، ولكن ربما مصر لديها الآن مساحة أكبر للتحرك إقليميا، وخاصة بعد تواتر مسؤولين غربيين ويعطي اعترافا أن مصر الآن لديها مساحة أكبر ولديها دور محوري في المنطقة. أشكرك. وصل إلى القاهرة نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري غروزين، حيث يلتقي عددا كبيرا من المسؤولين، كما يستقبله اليوم وزير الإنتاج الحربي محمد العصار لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين والبابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤتمر الحرية والمواطنة التنوع والتكامل الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين. شارك في الافتتاح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. الإنسان يحتاج إلى العدل في شتى جوانب حياته، فهو يتعامل مع أفراد مختلفين لا تجمعه بهم سوى الإنسانية،
تحت شعار الحرية والمواطنة، التنوع والتكامل، انطلق المؤتمر الدولي الذي يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وسط حضور واهتمام عربي ودولي كبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث 4 محاور هي المواطنة، الحرية والتنوع، التجارب والتحديات، المشاركة والمبادرة. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أنه من المحزن تصوير الدين وكأنه أداة سحقت بها أجساد الأبرياء عن نهج الدين. من المحزن والمؤلم تصوير الدين في هذا المشهد البائس وكأنه ضرام هذه الحروب، وزين لعقول الناس وأذهانهم أن الإسلام هو أداة التدمير التي انقضت بها جدران مركز التجارة العالمي، وفجر مسرح البتكلون ومحطات المترو، وسحقت بتعاليمه أجساد الأبرياء في مدينة نيس وغيرها من مدن الغرب والشرق. البابا تيودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية من جانبه قال إنه يجب تقديم القيم الدينية بشكل مستنير، مؤكدا أن الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها. الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها، فالجهل بالتعاليم الدينية هو العامل الرئيسي الذي يقف وراء تبني بعض الآراء المتشددة والمتطرفة. وحول التوحد بين المسلمين كافة سني وشيعي، فقد أقر رئيس المجلس الشيعي الأعلى بلبنان الشيخ أحمد قبلان خلال كلمته بالمؤتمر أن الأزهر الشريف يمثله كمسلم. أنا كمسلم شيعي من مدرسة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أقول علنا أن الأزهر الشريف الصادح بإلفة الناس وحفظ الأمة والداعي لحجب الدم وتوحيد الكلمة هذا الأزهر يمثلني. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر إعلان الأزهر للعيش الإسلامي المسيحي المشترك الذي يؤكد العيش سويا في ظل المواطنة والحرية والمشاركة والتنوع، وهي الرسالة التي يوجهها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ورؤساء الكنائس الشرقية وكذلك علماء الدين إلى كافة الشعوب وصناع القرار فيها. لليوم الثاني تتواصل فعاليات مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي تصريحات لأون لايف دعا الأنبا أبولو أسقف سيناء الجنوبية إلى تبني خطاب فعال لجذب الشباب وإبعاده عن أي أفكار سلبية أو متطرفة. الشباب المصري هو العربي عاطفي بطبعه، وسهل أنه يتأثر بالمشاعر ويتأثر بالكلام الطيب ويتأثر بالقدوة، فإحنا بنقول بدل ما يتأثروا بالجانب السلبي خلينا لينا خطاب فعال وخدمة فعالة ورعاية فعالة اللي هي تجذبهم وتشبعهم وتكفيهم وتغنيهم عن أي أفكار تانية متطرفة. لما نحط فيهم المبادئ، لما نحط فيهم الأسس، لما نحط فيهم التعليم الصحيح والفهم الصحيح والتطبيق الصحيح، أي تعليم أو أي غراء يجي لهم من بره يعرفوا أنه غير مسموح به وخارج نطاق المسموح به. من جانبها أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أهمية دور التنمية الاجتماعية والإعلام في مواجهة الإرهاب. وفي تصريحات لأون لايف دعت أبو غزالة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم خطاب إعلامي مستنير. هذا المؤتمر جاء يعني بوقت هام جدا، وخاصة عندما ربط التنمية المجتمعية أو التنمية الاجتماعية مع الإرهاب، وموضوع هام جدا لأنه جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة من الدول لا يمكن أن تنجح بدون أن يكون هناك في إعلام تنموي مصاحب لها. فإحنا كانت الجلسة السابقة تحدث عن دور الإعلام في مواجهة الإرهاب ودوره أيضا والتنمية الاجتماعية،
وأكدنا في ذلك على أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استخدم الإعلام في المنابر المختلفة، سواء كان من الإعلام المكي والإعلام في المدينة، وكان إعلام مختلف. فبالتالي هذا يدل على أنه إحنا عندنا منابر الآن جديدة، من الضروري أن نستخدم هذه المنابر، وخاصة وسائل الاتصال الاجتماعي اللي نقدم فيها خطاب إعلامي متنور وخاصة للشباب. قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة الأسر المسيحية الوافدة من شمال سيناء للإقامة بمدينة الإسماعيلية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة إليهم، حيث تحظى هذه الأسر باهتمام كافة أجهزة الدولة منذ بدء هذه المشكلة. طبعا احنا موجودين هنا في الإسماعيلية بناء على توجيه السيد وزير الداخلية لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأهالينا الوافدين من العريش للإقامة هنا في الإسماعيلية. طبعا وأكدنا ليهم أنه الدعم والمساندة وتقديم تسهيل كافة الخدمات الشرطية اللي هم محتاجينها، هذا بالإضافة لأنه طبعا تم توزيع بعض الهدايا العينية البسيطة، ودي بتعبر عن حاجة بسيطة بنقدمها لهم، تسجيل كافة المشاكل. احنا بنؤكد انه الارهاب ما بيفرقش بين مدني وعسكري. منذ قدومهم الحمد لله تم تأمينهم التأمين الجيد، وتوجيهات السيد الوزير ان احنا نتواصل معهم بصفة مستمرة، والنهاردة جاينا والسيد مساعد الوزير لحقوق الانسان والسيد مدير الامن وكل القيادات المديرية وكل الضباط جاي بتقول لهم وبتطمنهم ان هم في وسط اهلهم وفي وسط اخوانهم. احنا اجتمعنا معاهم، الاجتماعات كلها كانت في كافة الاماكن اللي هم مقيمين فيها حاليا. هم الحمد لله تعالى فضل من الله سبحانه وتعالى شكروا الاجراءات الامنية اللي بتتم في الاسماعيلية، امن الاسماعيلية، واحنا تحت امرهم. وانا وصلت رسالة بسيطة، هم كلمتين بساط، مكتبي مفتوح ال 24 ساعة، اي حد من حضراتكم محتاج اي حاجة في مجال المرور، في مجال الاحوال المدنية، في مجال الجوازات، في اي مجال خاص بوزارة الداخلية، فالكلام ده منتهي بمشيئة الله، هيلبى الطلب بتاعه، وخلصنا بالفعل حالات كتيرة. مش هنقع ابدا، ربنا يحمي يحمينا، عمرنا ما هنقع يا مصر. عدنك طول عمرك عالية كده، وان خدت بالك انت ورايتك بيضة يا مصر. وبنشكر الرئيس، وبنقول متشكرين جدا، انت فعلا اب لكل المصريين. قلبا بقول فعلا يعني تحيا مصر فعلا، لان قيادتها وشعبها ورئيسها ورانا في كل حتة، وما فيش عايز حد قادر فرقنا من بعضنا فعلا، ومن لان من قديم الزمان احنا مع بعض. دول شوية فئة ضالة، وان شاء الله ربنا برضه ينصرنا عليهم باذن الله. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن المحافظ هو المسؤول الأول عن متابعة تنفيذ المشروعات بمحافظته، وطلب خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات لإزالة أي معوقات تعترض التنفيذ، وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع الأساسية وزيادة منافذ التوزيع ومراقبة الأسواق والأسعار ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. الآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة اللقطات الحية التي تريدنا مباشرة كإطلالة علوية من أعلى مدينة رشيد، لنتابع هذه المناظر الطبيعية التي تريدنا من هناك، ونتابع كذلك أبرز ما حبتنا به الطبيعة في مختلف البقاع المصرية، لا سيما في دلتا مصر، هذه المنطقة التي تحظى بازدهار في مجالات الزراعة، وهذه اللقطات كذلك التي تبرز الشريان الحيوية لكل المصريين، نيل مصر هذا الرافد الأساسي للحياة في مصر بأسرها.
لقطات إذن من مدينة رشيد. ومتواصلون مع حضراتكم ولكن بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أهلا بحضراتكم. استباقا لزيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إلى القاهرة الخميس المقبل، أشاد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج بالجهود المصرية في ليبيا، مؤكدا على أهمية التنسيق المشترك بين برلين والقاهرة. السفير الألماني أعلن تفاصيل زيارة ميركل للقاهرة خلال مؤتمر صحفي اليوم. يتضمن برنامج الزيارة عين اللقاء مع الوفد المرافق للمستشارة مع الرئيس في لقاء موسع، ومعقب ذلك مؤتمر صحفي، وهناك أيضا لقاء مع الوفد الاقتصادي المرافق للمستشارة، وسوف يتم بهذه المناسبة افتتاح محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها سيمنز. يتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاء مع ممثلي الأديان في مصر، سوف يكون هناك لقاء البابا توادروس الثاني، وسوف يكون لقاء أيضا مستشارة مع الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر، ناقش القضايا التي تهم المجاهدين في مصر وألمانيا. تعلمون حضراتكم أن ألمانيا مهتمة جدا للحوار، يعني هناك حوار مكثف وحيوي تشهده ألمانيا بين الأديان، لا سيما مع الدين الإسلامي، وهناك ما يسمى بالمؤتمر الإسلامي في ألمانيا. وتود المستشارة اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر أن تواصل هذا الحوار مع فضيلته. سوف تلتقي المستشارة الاتحادية أيضا مع ممثلي القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أشرف، إلى أي مدى يتصدر الملف الليبي أولويات الأجندة الألمانية على المستوى الخارجي؟ دعنا من الآن نتفق على أن هذه الزيارة من قبل السيدة ميركل هي زيارة استثنائية للقاهرة. أعتقد أنها لم تزور القاهرة منذ أكثر من تسع سنوات تحديدا، وكانت لألمانيا مواقف لا أقول مناوئة لكنها كانت مواقف خجولة في التعاطي مع ثورة 30/6 وما حدث في مصر على 25 يناير، وكانت تقف على مسافة بعيدة عن ما حدث في مصر، وكانت لديها مواقف إلى حد ما ربما تؤيد أو توفر بعض الدعم لجماعة الإخوان أو على الأقل للفريق الآخر. وبالتالي أرى هذه الزيارة بهذه التصريحات، هذه المواقف الإيجابية من ذكر على مدى الأربعة أيام الماضية، تؤكد أن هناك اقتراض كبير قد حقق وتحقق بشكل كبير خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لألمانيا. الآن ميركل في أول مزورة للقاهرة تسعى إلى أن يكون لديها درجة كبيرة من التوافق وأيضا التلاقي مع مصر في كثير من الملفات السياسية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو حتى قضايا الإقليم بشكل ملح، القضية الليبية، الأزمة السورية، الوضع في اليمن، الوضع في العراق، بالإضافة إلى قضيتين على بال أدراك كبيرة أهمية، قضيتي الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. على مستوى القضايا الشرق الأوسطية أستاذ أشرف، أي القضايا تبدو أكثر إلحاحا من وجهة النظر الألمانية؟ اعتقد الازمه السوريه والملف الليبي، الملف الليبي لان هناك بالفعل كثير من المخاوف الهواجس على دول الجنوب والشمال المتوسط مما يحدث في ليبيا والهجره غير الشرعيه، وايضا تكاثر وايضا تعدد التنظيمات الارهابيه، 81 تنظيم ارهابي موجود في ليبيا يشكلون خطر على كل دول الشمال المتوسط ومنطقه الجنوب المتوسط، وبالتالي هم لديهم مخاوف كثيره من تسلل عناصر ارهابيه عبر البحر وعبر ايضا الاراضي الليبيه الى داخل المناطق الاوروبيه في منطقه الشمال المتوسط، بالاضافه لان هناك مخاوف ايضا من ليبيا لان هذا الملف ادى الى احداث ومن تراكم موجات كبيره من الهجره غير الشرعيه لدول اوروبيه، المانيا وفرنسا وايطاليا طيله الاعوام الخمس الماضيه، وسببت في كوارث كبرى داخل ألمانيا، خاصة أن ألمانيا تعتبر الدولة الأولى على المستوى الدولي التي احتضنت كثير من اللاجئين العرب والأفارقة طيلة الأعوام الماضية. أستاذ أشرف، في الأسابيع الأخيرة استضافت القاهرة بعض الفرقاء الليبيين على رأسهم السيد فايز السراج والسيد خليفة بالقاسم حفتر، وكذلك تونس استضافت وزراء خارجية الجوار تونس ومصر والجزائر. بدأ وكأن هناك تفويضا من الدول الغربية واللاعبين الأوروبيين ذوي الصلة بالملف الليبي لدول الجوار. هل ستستمر هذه الرؤية الألمانية لحل القضية الليبية وتفويض دول الجوار فيها؟ أعتقد هناك إشادة ودرجة كبيرة من التأكيد على جوهرية الموقف المصري في التعاطي مع الأزمة الليبية. أعتقد تصريحات ميركل حتى عندنا في حوار الإذاعة الألمانية يوم الأحد الماضي أكدت أن هناك بالفعل جهود مصرية ضخمة تبذل في محاولة احتواء الأزمة الليبية، وهي أقرت وأثبت على الجهود المصرية باعتبارها جهود بناءة
باعتبار ليبيا احد التحديات الكبرى تواجه مصر وتواجه منطقه دول الجوار فيما يتعلق بالدول العربيه والافريقيه في هذه المنطقه تحديدا. وبالتالي المانيا لديها قناعه تلامس اليقين ان نجاحات واختراقات الملف الليبي اصبحت في يد المصريين الان، وان لديهم ادوار كثيره بذلت على مدار الاعوام الخمسه او الاربعه الماضيه استطاعت ان تدرس نوع من التقارب في الرؤيه ونوع من التقارب في الطرح بين الفرقاء الليبيين، وان القاهره استضافت اجتماعات عديده لمسؤوليه فايز السراج وايضا الخليفه حفتر والحكومه مجلس انتقاليه او الحكومه الانتقاليه برئاسه عقيل صالح. كل هذه التطورات على مدار السنتين الاخيرتين لعبت دورا كبيرا في اعطاء المانيا والمجتمع الاوروبي زخما للدور والحركيه وايضا المنهجيه للدور المصري في اطفاء كثير من بعض التوتر داخل المشهد الليبي حاليا. للتصوير فقط السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير صحيفه الاهرام، شكرا جزيلا على انضمامك لنا. علاقات دبلوماسية تقترب من 60 عاما، تلك التي تجمع بين مصر وألمانيا، شهدت خلالها علاقة متباينة بين رؤساء البلدين تراوحت ما بين القطيعة والصداقة. القاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان المنطقة، وبرلين هي قلب أوروبا النابض وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان. العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا تعود إلى ما يقرب 60 عاما، وشهدت خلالها علاقة متباينة بين رؤساء البلدين تراوحت ما بين القطيعة والصداقة. ورغم عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى عام 1957، إلا أن علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الجانب الأوروبي وفي القلب منه برلين لم تكن على ما يرام، حيث أعلن في عام 1965 قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع ألمانيا بسبب علاقاتها مع إسرائيل. العلاقات تحسنت بين البلدين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث زار لأول مرة ألمانيا عام 1976، التقى خلالها بالمستشار الألماني في ذلك الوقت هليموت شميت، والذي أعلن عن عودة المعونة الألمانية بعد انقطاعها في عهد الرئيس عبد الناصر. وخلال الزيارة أيضا تفقد السادات المحطة النووية في ألمانيا من أجل التعاون في إنشاء محطات نووية في مصر. الصداقة المصرية الألمانية توطدت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي بدت واضحة من خلال تطور العلاقات المصرية الألمانية على الصعيد كافة، من خلال إقامة العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين وخصوصا على المستوى التعليمي. وإبان حكم مبارك شهد عام 2004 3 لقاءات غير مسبوقة لأول مرة بين مبارك والمستشار الألماني جيرهارد شرودو للتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ألمانيا أعلنت الدعم لمصر في ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تتجاوب سريعا مع تطورات الأحداث في مصر عقب ثورة 30 يونيو، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كسر حاجز الجمود في العلاقات بين البلدين بزيارته الأولى إلى ألمانيا عام 2015، والتي معها حرص على توضيح صورة الانتقال الديمقراطي في مصر والالتزام بتنفيذ خريطة الطريق التي تبنتها ثورة 30 يونيو. وعادت العلاقات بين البلدين لمرحلة الدفء لتكلل بزيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إلى القاهرة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربرت ماكماستر في واشنطن تطورات الأوضاع في مصر وجهود القاهرة لمكافحة الإرهاب، علاوة على تطورات الأوضاع بالمنطقة لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية. وأعرب شكري عن تطلعه للعمل مع ماكماستر لدعم العلاقات المصرية الأمريكية بما يعكس استراتيجيتها، ويؤكد أهمية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. من جانبه أكد ماكماستر حرص الإدارة الأمريكية على دفع التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات والتنسيق مع القاهرة لتحديد الأولويات المشتركة وكيفية حماية مصالح الطرفين.
تسلم البيت الأبيض خطى أولية وضعتها وزارة الدفاع لهزيمة تنظيم داعش. وأوضح متحدث باسم البنتاغون أن الوزير جيم ماتيس سيعرض الخطة في وقت لاحق على مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية. وتتناول الخطة أنشطة داعش في مختلف أنحاء العالم وليس في العراق وسوريا فحسب، وتحدد ما يمكن فعله لهزيمة هذا التنظيم. في الملف السوري يلتقي مسؤولون روس اليوم مع وفدي الحكومة والمعارضة السوريين على هامش محادثات السلام المنعقدة في جنيف. وقبيل الاجتماع أعرب رئيس وفد المعارضة في المحادثات نصر الحريري عن أمله في أن يساعد لقائه مع المسؤولين الروس في إقناع موسكو بالضغط على وفد الحكومة للدخول في مفاوضات سياسية. قال المرصد السوري إن القوات الحكومية حققت مزيدا من التقدم والسيطرة على عدد من المناطق والوصول إلى مشارف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي من المحورين الغربي والشمالي والغربي. وأوضح المرصد أن معارك عنيفة تدور بين القوات الحكومية ومسلحي داعش لاستعادة السيطرة على المدينة. وفي منبرج بريف حلب الشمالي الشرقي نشرت القوات الأمريكية العاملة ضمن صفوف التحالف الدولي مقاتلين وأليات في محيط المدينة. وأشار المرصد إلى تدخل موسكو وواشنطن لمنع أي صدامات أو اشتباكات بين قوات الجيش السوري الموجودة على خطوط التماس في المدينة مع القوات التركية والمعارضة المسلحة المشاركة في عمليات درع الفرات. يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم على مشروع قرار قدمه عدد من الدول الغربية يقضي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدعوى استخدامها أسلحة كيماوية. وينص مشروع القرار على فرض حظر للسفر وتجميد أصول 11 سوريا إضافة إلى 10 مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية علاوة على حظر بيع أو توريد المعدات للحكومة السورية. يأتي التصويت على مشروع القرار رغم التهديد الروسي باستخدام حق النقض الفيتو ضده. قال مسؤول في الأعلام العسكري العراقي إن قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل. وأوضح المسؤول إن مجلس المحافظة والمجمع الحكومي بات تحت نيران قوات الرد السريع. كانت القوات العراقية قد سيطرت أمس على جسر الجوساق على نهر دجلة في أقصى جنوب الموصل، ومن المتوقع أن تساعد استعادة الجسر في جلب التعزيزات والإمدادات للجيش من الجانب الشرقي للمدينة، وهو ما يزيد الضغط على عناصر داعش المتحصنين في الجانب الغربي. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طفلا وشابا أصيبا جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان. وأوضح شهود أن الطفل أصيب بجروح شديدة في الرأس ناجمة فيما يبدو عن طلق ناري. وأضافت الوكالة أن الاشتباكات تسببت أيضا في اندلاع حريق بالقرب من أحد المساجد، وسجلت حركة نزوح لبعض العائلات وإغلاق للمدارس القريبة من المخيم. وإلى اليمن، اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي في اليمن بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 للقتال. وأوضحت المنظمة أنها استقت هذه المعلومات من عائلات 3 أطفال أخضعوا هذا الشهر للتجنيد من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء. وأكدت المنظمة أن التجنيد القسري يشكل خرقا مخزيا ومشينا للقانون الدولي، داعية إلى الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات. مشاهدينا متواصلون مع حضراتكم، تكرموا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. عودة للشأن المحلي. نفذت قوات إنفاذ القانون حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه فيهم بالمحافظة. كما قامت القوات الجوية بتنفيذ قصف جوي لأربعة أهداف للعناصر التكفيرية، وأسفرت أعمال المداهمات والقصف الجوي عن القضاء على 6 تكفيريين واكتشاف وتدمير نفقين بمنطقة رفح وتفجير مخزن عثر بداخله على دراجة نارية واكتشاف وتدمير 4 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات. أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه جاري مناقشة مواد قانون حماية المستهلك الجديد مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك لتفعيل دور الرقابة على الأسواق ومواجهة الإعلانات المضللة.
إدارة الجهاز مكون من 15 عضو، في تمثيل من المجتمع المدني، في مجلس الدولة، في الاتحاد العام للغرف التجارية، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام الاستهلاكي، والاتحاد العام لجمعية حماية المستهلك، وخبراء في مجال حماية المستهلك. وبيعرض عليه مشاكل، بيعرض عليه شكاوى، ويتم فيها إصدار قرارات. هذه القرارات إذا لم يلتزم المورد سواء المنتج أو الصانع أو التاجر بتنفيذها، بيتم رفعها للنيابة العامة، لرفعها للمحكمة الاقتصادية. فعشان كده ده المجلس الإدارة ده بيعتبر كأنه محكمة مصغرة، لأنها بتفصل بكل العدل. بعيدا عن هذا، نتحول مع حضراتكم الآن لمتابعة هذه اللقطات الحية التي تردنا مباشرة ليس من رشيد هذه المرة ونيلها وخضرتها، لكن إلى وسط القاهرة، ميدان رمسيس، هذا الميدان العريق الذي يضم أكبر محطات القطارات في مصر، قاطبة محطة قطار رمسيس التي تضم كذلك عدد من المنشآت الحيوية المعروفة في منطقة باب الحديد في وسط القاهرة، وفيها كذلك ما نتابعه الآن من لقطات حية لمنطقة مركزية ومحورية في القاهرة ما بين ذاهب إلى الشرق وعائد منه. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الملياردير ويلبر روس في منصب وزير التجارة بالولايات المتحدة، وجاء هذا التعيين بموافقة 72 سيناتورا من أصل 100، أغلبهم ينتمون للحزب الديمقراطي. ومن المقرر أن يعمل وزير المالية على تنفيذ السياسة الصناعية للرئيس ترامب، وعلى رأسها إعادة الوظائف الصناعية إلى البلاد. أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي عدم امتلاكه أدلة بشأن وجود اتصالات بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب والاستخبارات الروسية. وأوضح رئيس اللجنة ديفيد نونز أن الاستخبارات بدأت تحقيقا حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وكانت إدارة ترامب رفضت تلك الاتهامات وألمحت إلى أن رئيس الحملة الانتخابية ربما يكون تواصل مع مسؤولين روس قبل الانتخابات. لوحت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإمكانية فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، واعتبرت الدول الثلاث خلال لقاء في الخارجية الأمريكية أن برنامجي التسليح النووي والصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ يهدد أمنهم بشكل مباشر، متهمين النظام الكوري الشمالي بأنه لا يولي أهمية لقرارات مجلس الأمن، وطلبوا بمزيد من الضغط الدولي على بيونغ يانغ. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جي تشي الذي يعتبر أرفع دبلوماسي في بلاده ويتمتع بنفوذ هائل على مستوى السياسة الخارجية. تناول لقاء يانغ جي تشي مع ترامب مناقشة المصالح المشتركة بين البلدين في مجال الأمن القومي. قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن يانغ التقى المستشار الجديد للأمن القومي هيربرت ماكماستر على خلفية زيارته لواشنطن.
يعتزم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي الاجتماع في بروكسل لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الأمن الأوروبي. وقالت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إن القرارات المتوقع اتخاذها خلال الاجتماع ستسمح لدول الاتحاد باتخاذ خطوة إلى الأمام في بناء نظام الأمن المشترك. أدانت الأمم المتحدة التجاوزات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة من قبل الجيش في ميانمار. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار يانغي لي إن روايات الفارين من إلى بنغلاديش تنطوي على عمليات قتل واغتصاب وحشي على أيدي المسلحين. في غضون ذلك وصل قرابة 73 ألفا من أقلية الروهينجا إلى بنغلاديش خلال الأشهر الأربعة الماضية هربا من الحملة التي أطلقها الجيش في ميانمار ضدهم في أكتوبر الماضي. بعد موجة طقس سيء وفيضانات أدت لسقوط قتلى، تحاول السلطات في تشيلي نقل المتضررين إلى أماكن آمنة وإعادة المياه إلى نحو 1,400,000 منزل تضرر جراء الطقس السيء. وكما هو المعتاد تتصاعد الأحداث حتى تصل ذروتها، ثم تأخذ في الهبوط رويدا رويدا إلى أن تستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها. تشيلي التي استيقظت منذ أيام على فجعة فيضان جارف اجتاح مناطق عدة بوسط البلاد موقعا قتلى ومصابين، فضلا عن دمار في المباني والمنشآت، تستيقظ من جديد اليوم لتبني ما هدمه الفيضان الأهوج خلال الأيام السابقة. جهود غير مسبوقة تبذلها السلطات لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة رغم استمرار الطقس السيء والذي يعوق بدوره رجال الإنقاذ خلال عملهم. حتى اللحظة لا تزال مهمة رجال الإنقاذ صعبة بسبب سوء الطقس، حيث يتعذر عليهم القيام بأعمالهم على الوجه الأكمل. الفيضان في تشيلي تسبب أيضا في حرمان نحو 1,400,000 منزل من المياه بالعاصمة سانتياغو. لم أعلم بأمر انقطاع المياه إلا عندما استيقظت من نومي، فلم أجد في الصنبور نقطة مياه واحدة. خدمة الطوارئ من جهتها أشارت إلى أن هطول الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان الأنهار، ما أحدث بدوره انهيارات للتربة في نهر مايبو الذي يغذي القسم الأكبر من سكان سانتياغو. رغم كل السلبيات التي قد تبدو في الصورة، إلا أن المؤشرات الإيجابية تتزايد شيئا فشيئا، وذلك مع بدء انحسار المياه فضلا عن جهود السلطات للخروج بسلام من تلك الأزمة. وإلى أخبارنا الاقتصادية، الزميلة ولاء غانم، وكالمعتاد تصحبنا في هذه الجولة. إليك ولاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن الوزارة تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضافت نصر خلال مشاركتها في ورشة عمل البنك الدولي أن الإطار الثاني يتعلق بالتعاون الدولي وهو دور شركاء مصر في التنمية ومنهم البنك الدولي، والذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي. أكدت وزارة المالية أن أي زيادة في الرواتب حاليا سيترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبال المراغي لمناقشة طلبي إحاطة حول زيادة الرواتب بعد ارتفاع الأسعار، وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وردا على طلبي الإحاطة، قال ممثل وزارة المالية أحمد حسن المدير العام بديوان الوزارة إنه لابد من التفكير في حلول أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار. أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي سعي الوزارة إلى زيادة صادرات الدواء إلى الدول الإفريقية، خاصة في ظل وجود علاقات سياسية متميزة خلال الفترة الأخيرة. وقال خلال افتتاحه مؤتمر آفاق التعاون الإفريقي في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إن هناك إجراءات تم اتخاذه لسرعة إنهاء عملية تسجيل الأدوية من خلال وحدة مركزية تتولى التسجيل لجميع الشركات التابعة.
قال رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني ماجد المنشاوي إن وفدا يضم 35 شركة إسبانية يزور القاهرة الجمعة المقبلة لبحث فرص التعاون المشتركة برئاسة وزير التجارة الإسباني. وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني إلى أن الوفد يضم شركات تعمل في مجالات المقاولات والطاقة والتعليم والاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني وسكة الحديد. وأضاف أن إحدى الشركات المشاركة في الزيارة تبحث اتفاقا مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة للمشاركة في مشروع المليون رأس ماشية. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن الكونغرس الأمريكي يحاول فرض حصار اقتصادي على روسيا عبر صياغة قانون يمنع ترامب من إلغاء العقوبات ضد روسيا. وذكر ريباكوف أن الكونغرس يقترح أيضا توسيع وتجديد العقوبات ومحاولة إجبار دول ثالثة على اتباعها، لافتا إلى أن هذا يعني عمليا تنظيم ما يشبه حصارا اقتصاديا على روسيا. ختام أخبارنا الاقتصادية السريعة، عودة مرة أخرى إلى جمانة وأحمد، إليكما. شكرا لك ولا. شكرا جزيلا لك ولا. لم تكن ساحات الحرب حكرا على الرجال، فطالما تواجدت النساء كمقاتلات أو كمراسلات حربيات، كان آخر ضحايا الصحافة الحربية المراسلة العراقية شفاء كردي التي قتلت خلال تغطيتها في عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل. ونتابع. سيدات على خط النار تحت وطأة الرصاص في أرض القتال يعتنقون عناقيد الشجاعة لتوصيل رسائل الحرب والألم والرغبة في السلام من بؤر الأزمات والنار. إنهن مراسلات الحروب، شجاعة وجرأة على خطوط القتال الأولى وقصص إنسانية مؤثرة وسط مخيمات النازحين. دورهن بارز في نقل صورة حية من أكثر مناطق العالم سخونة، كما المقاتلات التي لم يترددن في خوض غمار المعركة. علاقة المراسلات الميدانيات بساحات الحروب ليست جديدة والشواهد كثيرة، لكن وجودهن وبكثافة في تغطية معارك تحرير الموصل الجارية حاليا بددت الصورة الذهنية التي طالما تصدرت المشهد حول احتكار المراسلين من الرجال لهذا المجال. عشرات الطواقم الصحفية التي اختفت أو قتلت خلال تغطيتها الميدانية للحرب على تنظيم داعش الإرهابي لم تخلو من المراسلات التي تركن رغد العيش بين أسرهن وضعن أرواحهن على أكفهن لنقل صورة مباشرة لما تفعله آلة الحرب. آخر ضحايا الحرب من المراسلات الصحفيات كانت شيفاء كردي، مفادة تلفزيون روداو الكردية إلى الموصل، والتي قتلت بانفجار عبوة ناسفة بالجانب الأيمن من المدينة، وذلك خلال إعدادها لتقرير تلفزيوني حول الهوة السحيقة التي أعدها مقاتلو تنظيم داعش لرمي جثث الآلاف ممن قام بإعدامهم. مراسلات الحروب أثبتن للجميع خلال الأعوام الماضية أنهن لسن الحلقة الأضعف في الميادين، وأن بإمكانهن مواصلة عملهن في أصعب الظروف، مؤكدين أن استمرارهن في هذا المجال مرهون باستمرار الأحداث التي لن تهدأ. إلى أخبارنا الرياضية. البداية من الدوري الممتاز، حيث يستضيف فريق المصري اليوم في 7 مساء نظيره طلائع الجيش على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين منذ الأسبوع 18. كانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل المباراة في موعدها الأصلي نظرا لانشغال المصري بمواجهته أمام إيفياني أبو النيجيري في دور 32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية. قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام من السنغال لإدارة مباراة المصري البورسعيدي والجوليبيا المالي، والمقرر إقامتها في 12 من مارس المقبل في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. وتكون الطاقم من عيسى ساي حكما للساحة، وأبا بكار سيني مساعدا أول، وأمادو نجوم مساعدا ثانيا، واليونيسو حكما رابعا، ويراقب المباراة كوني أرديوما من ساحل العاج. أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه اتخذ قرارا بإسناد مباراة القمة بالدور الثاني بين ناديي الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم المصري. وقال عبد الفتاح إنه اتخذ نفس القرار منذ عامين، ولكن لم يسانده وقتها أعضاء اتحاد الكرة أو الإعلام. ويتصدر النادي الأهلي الدوري بعد مرور 20 جولة برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة، علما بأنه له مباراتان مؤجلتان.
بأنباء الرياضة إذن نصل مع حضراتكم إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، ولكن تبقى تذكرة بأهم العناوين. جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الدولتين محور مباحثات السيسي ووزير الدفاع الفرنسي. في لقائه الأول بمجلس المحافظين الجديد، إسماعيل يوجه بتكثيف الجولات الميدانية وحل شكاوى المواطنين. استباقا لزيارة ميركل، السفير الألماني يشيد بجهود مصر بليبيا ويؤكد أهمية التنسيق بين برلين والقاهرة. نهاية الأخبار، جولة إخبارية عند رأس الساعة بإذن الله.